اليوم راح نتكلم عن الـ occlusion بالـ RPD، occlusion relationships for RPD. موضوع كلش مهم، موضوع تحتاجونه بشغلكم بالعيادات. ما تقدر تسوي الـ RPD مالتك إذا ما تضبط الـ occlusion، حسب الحالة اللي تجيك، حسب عدد الأسنان. كل الـ RPD أو almost all the RPD need to be occlusally corrected. الـ occlusion مهم جدا في الـ RPD. عندنا أكبر عالم اسمه جيفري قال the role of occlusion in the successful treatment of removable partial denture patients is a major one. Many thoroughly designed and skillfully fabricated removable partial denture fail because of an adequate occlusal pattern was not developed during the treatment period. يعني ماكو فايدة ديزاين اللي أسويه حلو ومضبوط وصحيح إذا أنا ما مضبط الأوكلوجن مالتي. وأيضا جيفري جال قال objective in treating partially edentulous patient is not merely to replace the missing teeth، مو بس أجيب سنون وأمضي للفراغات اللي عنده، but to construct a partial denture that function in harmony with other structure of the mouth. Many of the success of removable partial dentures depend on the ability and the skill with which the total occlusal pattern is developed. يعني بالأول والأخير الاكلوجن مالتنا راح هو اللي يحدد success of the partial denture. The objective of occlusal construction by means of partial denture. أنا لوش دا أسوي الأوكلوجر مالتي؟ لوش دا أسوي الهارموني؟ لوش دا أحاول أرجع أوكلوجر صحيح؟ لوش ما أجيب أسنان وبس مجرد أملي الفراغات اللي موجودة وأجسمت حسب الفراغات السبيسز اللي عندي؟ أول شيء لازم إحنا نريد نحقق أول شيء الأوكلوجر هارموني، إنه الأسنان اللي أخليها يكون works in harmony with the remaining natural teeth، يشتغل بكفاءة ويا الأسنان البقية الموجودة. ثاني شيء أحاول أوصل إنه improvement in mesiodistal cusper relationship. يعني هسه أنتم بعدكم ما متعاملين ويا patient، بس البيشنت كل ما يفقد عدد أسنان أكثر راح تتغير الأوكلوجن مالته، يعني يصير deviation عن النورمال بصورة أكثر كل ما يفقد عدد أسنان. مثلا يصير عنده missing 2 3 4 يميل انه يسوي deviation للماندبل مالته الى الصفحه اللي بيها اسنان او الى الصفحه او الجهه اللي يصير بيها كونتاكت بين الاسنان، حتى يعرف يسوي الانسايزنج مالته او البايتنج حتى يعرف ياكل عليها. فهاي deviation راح تخلينا abnormal relation بين الابر واللور. فاني وحده من الاوبجكتيفز مالتي انه ارجع الريليشن مضبوطة، ميجيودستال كسبر ريليشن احنا نسميها الريليشن بين الكسبات upper and lower teeth. بعد من الأوبجكتيفز المهمة اللي أحاول أحققها أني هو أنه الريستورشن اللوست فيرتيكال دايمنشن. شيء طبيعي الإنسان لما يفقد الأسنان مالته راح يفقد الفيرتيكال دايمنشن، فأحاول أرجع هذا الفيرتيكال دايمنشن. أحاول أيضاً correction of mandibular rotation occurring as a result of unilateral loss of posterior teeth. نفس الحال نفس الشيء ذكرناه قبل شوية، لما يصير عند ال patient missing pad side معين راح يصير عنده tendency to move the mandible to the other side، يعني صار عنده هذه الحالة نسميها parafunctional habits. فأحاول أني أرجع وظيفة ال TMJ. واضح لحد الآن؟ خلينا نكمل، وإذا أكو أحد عنده سؤال أوكي يقدر على الشات رأساً. هسه الـ goal مالتي، الـ goal in developing an occlusion scheme. الأول شيء الهدف الأساسي مالتي establish and maintain harmonious relationship with all the oral structure. يعني شنو؟ يعني سامعين باللي يقول لك إجي كحلها عموها؟
جيت انا وسويت دنشر حلو واسنان حلوه وبيرفكت وطلع البيشنت شكله حلو ومليت له السبيسز كلها اللي بي، بس شنو الفايده اذا انا مخليتها بفيرتيكال دايمنشن عالي او الاوكلوزال سكيم اللي انا متبعته مو صحيح. البيشنت ما يقدر ياكل او يسوي فانكشن بي، شنو الفائده؟ زين، فاني لازم يكون شغلي نسوي هارمونيوس ريليشن شيب بين الدنتشر مالتي اللي سويته للبيشنت بين باقي الاسنان والسوفت تشو والتي ام جي، يعني كل الاورال فاوندينج لازم نسوي هارمونيوس ريليشن شيب بيناتهم. ثاني شغله ان بروفايد ماستيكاتوري ابيراتشرز ذات از افيشنت اند استيتيكلي اكسبتابل، شيء طبيعي لازم البيشنت يقدر ياكل عليه، يعرف ياكل عليه واستيتيكلي حلو. In case of tooth tissue supported removal partial denture لما مثلا عندنا tooth tissue supported يعني class 1 class 2 هذا شوية راح احنا نحاول بيها صعوبة، لانه لازم اوزع الفورس بين الاسنان بين soft tissue، فشوية هذه الحالة هي اللي راح اواجه بيها صعوبة، مو مثل tooth supported اللي اكو قبله ووراء اسنان. In establishing occlusion of a removable partial denture, the influence of remaining natural teeth is more and usually detect the occlusion. في حالة أنه أني البيشنت هو class 3 أو عنده عدد كافي من الأسنان، أني ما راح أدير بال يعني، لأنه أكو فد أسنان هي راح تصير جايد إلي لما أسوي الأوكلوجن مالتي أعتمد عليها. كل ما زادت عدد الأسنان كل ما كانت الحالة بالنسبة لي أسهل أني أرجع الأوكلوزال ريليشنشيب. عندك لما يجيك بيشنت واحد من الأرشز يكون complete denture زين، أو واحد يكون partial with free end saddle، أو عندك بيشنت عنده بس الأسنان الانتيرير upper lower، بهاي الحالة راح يصير partial denture مالتي الاوكلوجن مو بس عبارة انه اجيب اسنان اخليها بكونتاكت ويا الاوبوزن، لا، هذه الحالة لازم اسوي جو ريليشن كاملة يضمن بيها الستابلتي اوف ذا complete denture لو هو كان عند الاوبوزن complete denture، ويضمن عندي مثلا قلنا لو هو في الانتيرير بس اسنان موجودة يضمن لي انه البوستيرير upper lower teeth راح تكون harmonious contact بالworking والbalancing occlusion. واضح؟ نكمل؟ احنا حتى نوصل لأوكلوجن صحيح أوكلوجن satisfactory بالنسبة لنا وبالنسبة للpatient لازم نتبع الخطوات التالية. أول شيء نسوي analysis of existing occlusion، أخلي البيشنت ماتي وأنتبه أسوي general evaluation للموث ماتة كليته، مو مجرد أخذ upper lower impression أطبق الكاستات وأوديه للمختبر، لا، العملية معقدة أكثر من هذه. أنتبه من البداية أسوي تقييم صحيح للحالة اللي عندي، ما أستعجل بدون استعجال، أخذ وقتي بالdiagnosis. ثاني شيء راح اشوف اذا شفت فد شيء عنده ديس هارموني، فد شيء مو صحيح بالاوكلوجن مالتي، احاول كوركت الاكزيستنج اوكلوجن، احاول اصلح الاوكلوجن الموجود. زين، بعدين اجي صلحت الاوكلوجن اشوف السنتريك ريليشن، احتاج انه اسجل للبيشنت سنتريك ريليشن او انه الاسنان اللي موجوده كافيه انه تنطيني سنتريك ريليشن صحيح. اجي اشوف الموفمنت مالت السوفت تشو بالسنتريك بالاكسنتريك موفمنت، حركة الأسنان في مكان عندنا قلنا إذا اكو فد الأوبوزينج كومبليت إلها أو الأوبوزينج أو هما اثنيناتهم يعني فري إند إكستنشن ولونج سبان أريا، لازم أشيك الإكسنتريك موفمنت، لازم أسوي هارموني بالإكسنتريك موفمنت أيضا. أجي أشوف الأكروزال ديسكريبنسيز، أصلح أي occlusal discrepancies created by the fit of a framework،
and during processing of removable partial denture. أي شيء discrepancy راح تعيق لي ال insertion أو ال removal، كلها لازم أصلحها أني من البداية. فال occlusal contact أو ال occlusal relationship اللي أني أريد أوصل لها، اللي أريد أحققها، اللي هي فتشي desirable، لازم تكون simultaneous bilateral contact of opposing posterior teeth in centric occlusion. هاي شو وقت أحتاجها؟ قلنا في حالة إنه كان واحد complete أو كانوا هما ال upper وال lower free end extension. في حالة tooth supported partial denture، عندك tooth، عندك teeth، sorry مو بس tooth واحد، صايرة anterior و posterior للسدل ماتك، فهي راح تكون guide إلك بالarrangement. ما راح تحتاج إنه تسوي يعني فد extra steps على مود تسوي arrangement مات الأسنان، مجرد الأوكلوجن مات الأسنان الموجودة أمشي على نفس الهارموني مالت، على نفس النسق، وأرتب الارتفيشال تيث مالتي. زين، لو كان عندي مثلا لو كان عندي الماكسيلاري كومبليت دنتشر والمانديبولار بارشال دنتشر، احنا قلنا بهاي الحاله شنو احتاج؟ احتاج البارشال دنتشر مالتي اسوي له اوكلوجن بما يضمن لي الاستابيليتي اوف اوكلوزال اوف الكومبليت دنتشر الابر. احاول اسوي بايلاترال وبايلاترال بالانس بالوركينج سايد وبالنون وركينج سايد، يعني بالاكسنتريك وبالسنتريك. ليش هاي العمليه؟ لانه اي غلط بالاوكلوجن راح ياثر لي على الستابيليتي مالت الابر. اي بريماتشور كونتاكت، اي احنا اي ماكو نون بالانسنج اوكلوجن راح ياثرنا على الستابيليتي اوف ذا ابر دنتشر. لو كان عندي ابر كومبليت اوبوزنج للبارشال لور، احاول أضبط الأوكلوجن مثل ما قلنا بحيث أضمن أنه يزيد الستابلتي أو ما يأثر على الستابلتي أوف كومبليت دنتشر اللي هو بالأفر. هذه الصورة عندنا posterior occlusion مالت أسنان، الأبر هي كومبليت واللور إلها الريموفال بارشال دنتشر. هاي الصورة عندنا ال working side contact should be obtained for the mandibular distal extension denture. This contact should occur simultaneously with working side contact of the natural teeth to distribute the stress over the greatest possible area. يعني لو كان عندي هذا ال upper موجودة أسنان موجودة مو artificial natural، وال lower عندي أني partial denture، فلازم أحاول الكونتاكت الوركينج سايد مالتي لازم أحاول أضبطه يكون هو بالكونتاكت، حتى لما يكون الدنتشر في حالة فانكشن يكون عندي البارشال مالتي ستيبل بالبيشنت ماوث. اللي يهمني إنه أحقق الهارموني بالوركينج سايد على مود شنو؟ ديستريبيوت الفورس أوفر أوايد أريا، لأنه الوركينج كاسب هي اللي راح، او نسميها الفانكشنينج كاسب هي اللي راح تكون بالكونتاكت في حالة الماستيكيشن. زين، simultaneous working and balancing contact should be formulated for maxillary bilateral distal extension removal partial denture whenever possible. لو كان عندي ابر maxillary partial denture و bilateral free end extension يعني class 1، هذه يفضل انه اسوي ال balancing occlusion simultaneous balancing occlusion. شنو simultaneous؟ يعني بال working side وبال balancing side. اذا تذكرون هالشنية ال balancing occlusion، اذا نرجع شوية نستذكر التعريف اللي هي simultaneous even و simultaneous contact at least 3 points بالworking بالcentric وبالeccentric. هذه هو البالانس occlusion. فلو كان عندي bilateral free end يعني قصدي class 1،
لازم احقق البالانس اوكلوجن، احتاج انه احقق بالانس اوكلوجن بالبارشال مالتي حتى وان كان بارشال مو كومبليت، وهو يعني كلاس 1 لازم احقق شرط البالانس اوكلوجن. Only working contact need to be formulated for the maxillary or mandibular unilateral distal extension. في حالة انه قلنا قبل شوية بكلاس 1 انا لازم احقق balance occlusion بالworking side وبالnon-working side، يعني بالworking وبالbalancing side. هذا اذا كان عندي bilateral. زين in case انا عندي unilateral، يعني يعني حسب Kennedy classification هو class 2 Kennedy classification، احتاج اني الهارموني الكونتاكت بالوركينج وبالبالانسينج سايد. لا، اني بهالحاله احتاج انه البالانس يكون عندي بس بالوركينج سايد. ليش؟ لانه احنا قلنا هو كلاس 2 معناته الاذر سايد هي ناتشرال تيث موجوده، فالناتشرال تيث ما احتاج انه اني اوفر بها بالانس، ما احتاجها، احتاج اضبط الاوكلوجن مالتي بس بالوركينج سايد. زين لو كان عندي كلاس 4 كندي كلاسيفيكيشن، كلاس 4 وتعرفونها انه الميسنج انتيرير تيز، فال الكونتاكت اوف اوبوزينج انتيرير تيز ان ذا بلانت انتركاسبال بوزيشن، لازم احقق انه الانتيرير اللور مثلا اللي هي الاوبوزيت اذا كانت اللور موجوده والابر ميسنج، او بالعكس الاوبوزيت هذه الاسنان الناتشرال لازم احقق كونتاكت ويا الابر تيث حتى امنع الفيوتشر اوفر ايربشن، حتى احاول اثبت الاسنان مكانها لازم تكون بين كونتاكت، لازم تكون كونتاكت ويا الابر تيث. زين شرط اساسي حتى الدنتشر مالتك البارشال يكون effectively work انه الاسنان الارتفيشال لما اجي واسوي الارنجمنت ما اصعد على السلوب مالت المانديبل، مالت الريسيدوال ريدج اللي بالمانديبل، هذه المنطقه هنا ما اسوي ارنجمنت، ما اخلي الاسنان تصعد عليها. شوفوا انا لحد هنا المفروض تكون هذا ارتفيشال توث، انا حاطين هنا حتى نعلمك انه لحد هنا اوكي ستوب، ما يصير تصعدها على السلوب على اوفر ذا ريترومولار فات اريا. واضح لحد الآن؟ دكتورة بس الأوفر أربشن مع الأوبوزيت سايد. دكتورة يعني هو السن إذا ماكو سن أوبوزيت إلى يظل يصير له أربشن؟ طبعاً أوفر أربشن يصير طبعاً. هذا بالأنتيريور، إحنا بالحالة العادية لما نسوي نجي أرينجمنت مثل أسنان الأنتيريور بالكمبليت اذا تذكرونها بصف ثاني، اللور تكون ماكو كونتاكت اوفر جيت تو اوفر بايت احنا محققينه، حتى لما البيشنت يجي يسوي البروتروجن ما يصير انترفيرنس بين الابر واللور. لو كانت اكو وحده من هذه الاسنان ناتشرال تيث فاحنا نحاول نخلي اكو كونتاكت، لانه اذا ما خليت هذا الكونتاكت الابر او اللور راح يصير بها اوفر ايربشن، راح تزيد الحاله سوء، فأحاول أخلي كونتاكت على مود تمنع الأوفر إيربشن وعلى مود تسهل للبيشنت الإنسايزنج لما ياكل على الأسنان الأنتيريور. واضحة؟ أيوه واضحة. هسه على طرق شلون أني أضبط الأوكلوجن مالتي، إجاني بيشنت ودا أسوي له بارشل وأريد أضبط الأوكلوجن مالتي، شلون أبدي وياه؟ أشوف البيشنت مالتي إذا عنده أسنان كافية فالعملية جدا سهلة راح تكون عندي، رأسا على أساس الأسنان الموجودة أرتب الأسنان الأرتفيشال مالتي، أخذ الإمبريشن أصب كاست، ألزم الكاستات بإيدي أقعدهم كاست واحد فوق الآخر مثل هذا اللي نشوفه أول صورة. سهل إنه أكو أسنان هواية عندك أكثر من سن قايد إلك، فأقعد الأسنان أرتبها واحد فوق اللخ، أثبتها الكاستات أو أوديها للمختبر، يا أما أثبتها أربطها بلاستيكة أو أخلي واكس وأثبتها، أو يعني عندنا طريقة سهلة ماتي أنا
اجيب قلم وارسم او اوصل الخط من الابر واللور، لمن اوديها للتكنيشن هو راح يفهم انه خلي ابر ويا لور هذا الخط، فراح تعرف الاكلوجن. يعني من عندك اسنان هوايه كلش سهل انه الكاستات مالتك تقعدهم واحد فوق الاخر. شويه عندك اكثر مسنج اسنان، شويه صارت الاسنان اكثر عندك موجوده بس ماذا تعرف ترجع الريليشن مالتها. عندك مثلا عندها بيها اوفر ايربشن تلتنج اسنان، شي الاكلوزال بلين ما مضبوطه، بحيث انت كاستاتك ماذا تعرف تقعدهم واحد فوق الاخر. نيجي على فد شغله احنا نسميها سكواش بايز، اخذ شيت واكس اسوي له سوفتنينج، اخليه على الاوكلوزال سيرفس مالت الاسنان، اسوي بشكل الهورس شو شيب طبعا وهو سوفت، اخليه على الاوكلوزال سيرفس مالت الاسنان البيشنت واقول له بايت، اطبق عليها. البيشنت راح يعض على هذه الواكس، انتظرها شويه تصير هارد، اطلعها اخليها على الكاستات، راح على اساس هذه السكواش بايت مالتي راح ارجع مثل ما تشوفونها بهاي الصوره، هاي الوسطانيه جبت الواكس مالتي سويتها سوفتنينج، خليتها بين البيشنت اسنان البيشنت، سوى عليها بايت، انتظرتها صارت ست، شلتها خليتها بين الكاستات مالاتي نادي هذه بين الكاستات ابر ولور، فعرفت ارجع الريليشن بين الابر واللور. زين انا اللي وش دا احاول ارجع الريليشن بين الابر واللور، يعني اني ايديا احد بالي ليش دا اسوي هاي الفكره اني. يلا شغلوا شغل your brain، وانا دا اسويها هيك على مود راسا التكنيشن يقدر يسوي لنا سيتنج للاسنان حتى يعرف يسوي لنا السيتنج. بس هذه الفكره، هاي اذا كان عندي اسنان كافيه اعتمد عليها اضبط الكلوج مالتي واموري توباني. اذا كانت الاسنان قليله اللي عندي، فكل ما تقل الاسنان راح تتعقد عندي العملية أكثر، لازم لازم أقعد أضبط occlusal relation. إذا عندي كم سن باقيات أقدر على أسنانهم أضبط occlusal relation مالتي، مثلا يعني أسوي occlusal rim bite rim أسوي وخلي البيشنت يعض عليها أثبت بيها الأوكلوجن مالتي. ازديد بعد عندي العملية أكثر، بحيث لازم أوصل إلى مرحلة أخذ جو ريليشن من جديد، كأنما أنا دا أشتغل كومبليت، أحط البيشنت أضبط له فيرتيكال دايمنشن وأسوي أورينتيشن للأوكلوزال بلين، أخذ سنتريك جديدة للبيشنت. لما يصير عندي عدد الأسنان هواية ما أعرف أرجع الأوكلوزال بلين مالتها. وعندنا طريقة هماتينا حلوة بس قليل إحنا نستعملها، لأنه البيشنت مو يحب ما هالقد يحبونها، هي الفانكشنال جنريتنج بايز. هسه راح نجي نحكي عن كل طريقة شلون أسويها. أول شيء الدايركت أبوزيشن أوف كاست اللي قلنا عليها هسه، إذا عندنا أربع أسنان ثلاثة أربعة أكثر جايد إلي بالأوكلوجن مالتي، أستعمل هذه الطريقة، أخذ الكاستات مالتي أخذ إمبريشن أبر لور الكاستات نفسها، أقعدهم واحد فوق الآخر وأوديها للمختبر، هو راح يكمل لي الشغل رأسا، يروح يصب لي يثبت لي إياها على أرتيكليتر. هذا اللي تشوفونه هذا لون ريد، هذا عبارة عن واكس، يعني كان استعملت طريقة ثبتت بيها، قلنا تريد تثبتها وتوديها لأبو المختبر يعني حتى يخلي لك إياها بالضبط على هذه الريليشن ما يغيرها، أوكي ثبتها. أما في اللاستيكة تيب، التيب اللاصق هذا أفر على الكاسمات أثبت الريليشن هذه، أو أرسم خطين، خطين مثلا خط هنا أنا واحد بالطول وخط الثاني هنا على الماندبل، يفهم التكنيشن خط هنا أنا مثلا يفهم انه انت خلي خط مقابل خط ترجع لك الاوكلوزال ريليشن. او اكو طريقه نجيب الودن ستيك، هذه التونج ديبريسر، زين اثبتها بالابر واللور بواسطه واكس اثبتها اني، وراح تحفظ للريليشن بين ما نوديها للمختبر. راحت للمختبر لزمها هو، صبها على ارتكوليتر وكمل الشغل مالته. الادفانتجز مالتي انه يعني انا راح اسويها بايدي، فالبيشنت ما له علاقه، ما راح يعطيني في القراءه خاطئه لانه بايدي انا مضبطتها. الشيء اللي يعني اللي ناخذ عليها اللي ممكن الخطا اللي يصير بهذه الطريقه، انه الفيرتيكال دايمنشن مرات ما ينضبط، خصوصا اذا اكو
بوستيرير ماكو مثلا واحد من الارشات يعني يصير كلاس 2، فالفيرتيكال دايمنشن مو هالقد ينضبط ويانا. هذه قلت لكم عليها هسه، هذه وودن ستينك، هذه التونج ديبرسر كسرتها العودة مالتي، سويت لها سيمنتيشن تثبيت بس مجرد للمنطقة بالواكس، ووديتها للمختبر يسوي لها ماونتنج على ارتكوليتر ويكمل الشغل عادي. الطريقة الثانية مالتي اللي نسميها سكواش بايت، يعني مو واحد بالعيادة تقول له روح سوي لي سكواش بايت وتعال جيب لي فك حلقة ويسخن علي، تعلم شنو سكواش بايت. باي ذا واي سجل حضورك قبل 8:30، نزلت لكم مالت الحضور. فطريقة السكواش بايت هذه اخذ الشيت واكس واسوي له سوفتنينج، اخليها على الاوكلوزال سيرفيس مالت البيشنت، عض عليها البيشنت الى ان صارت شوية ست، طلعناها اخذناها خليناها بين الكاستات نفسها. طبعا الكاست انتو عندكم جاهز ماخذين برايمري امبريشن وصابين الكاست مالتكم، فسوينا هذا السكواش بايت، عض عليها البيشنت ونقلتها خليتها بين الكاستات ونقلتها لل صبها للارتيكوليتر. هذه المنطقة ظلت هنا ستريت ما بيها اي شيء ما متغيرة لانه ماكو اسنان تضغط عليها، بينما لمن اشيلها من هنا اني راح اشيل اشوف الاندنتيشنز الماركس مات الاسنان متعلمة بالشيت واكس مالتي. نستعملها اكثر شيء هذه الطريقة بكلاس 3 وكلاس 5 نستعملها. نجي إذا زادت عدد الأسنان عندنا أكثر، صار عندنا ميسنج أكثر بالأسنان، أو عندنا في الطريقة ثانية هم أتينا السوفت واكس هذا ياخذونها، بس هاي قليل نستعملها إحنا، نستعمل أكثر شيء ذيك طريقة الواكس الشيت واكس السكواش بايت. هذا أكو فد متل ويفر، هذا لونها أصفر، سوى سوفتنينج للواكس وخلى عليها وخلاها بالبيشنت ماوث تسوي بايت عليها، بس هذه راح تاخذ لنا شكل الاندنتيشن مالت بس ارش واحد يما ابر او لور. فالطريقه اللي قبلها هي اضمن واسهل لنا بنفس الوقت، بس هاي حطيتها لانه هي طريقه موجوده ومذكوره بالكتب فلازم تعرفها انت. بس كشغل عيادات احنا نعتمد على طريقه الدايركت ماونتنج لو كان عندي عدد اسنان كافيه، وعلى السكواش بايت لو كانت عندي يعني شوية زادت الميسنج أكثر. هاي كلام عن واكس ويفر. زين بعد عندي صار عندي عدد أسنان عندي أنا موجودة أقدر أستعملها كجايد، بس كميتها قليلة أحس إنه ممكن شوية الكاست يفتر، أقعد أفر على اللور ممكن يقعد بأكثر من بوزيشن، فأجي على طريقة ثانية أحاول أخذ بها الريليشن مالتي بصورة صحيحة. طريقة الريكورد بيز، ريكورد بيز بالضبط كأنه مسوي لك دنشر بيز، نلبسها للبيشنت وناخذ بها ريليشن نسجل بها الأوكلوزال بلين مالتي. شو وقت أستعملها؟ لما يكون عندي ديستال اكستنشن اريا بالتو سبورتد ايدنتشولوس سبيس يكون لارج مو سبيس قليل، ولما يكون عندي ماكو كونتاكت بين الاوبوزيت ناتشرال تيث الموجودة عندي اسنان او مطشرة ماكو كونتاكت بين الابر واللور، بنسوي اوكلوزال ريم كانما انا دا اسوي بيز ما دنشر بيز وعليها اخلي اوكلوزال ريم، يعني كانما انا دا اسوي يعني دنشر بارشل عادي مالت الاكريليك اللي هذا اللي اشتغلتوه انتو بالمختبر. هاي هي بالصورة هنا سويت لي اكريليك بيز، خليتها لبستها، هذه هنا اكو اكريليك بيز، خليت عليها الواكس مالتي واكس اما الهورس شو شيب هذا اللي نستعمله، او ممكن الشيت واكس الفه سوفتنينج والفه واثبته هنا، سويت بايت هنا اسويها out of occlusion يعني اخلي سبيس مو كونتاكت ابر ويا لور دايركتلي، احاول اخلي سبيس مليم بسيط او مليمين مو كبير هذا السبيس، هذا السبيس مالتي راح يعني حتى شنو اني
اللي اخلي السبيس، ما اريدها كونتاكت كلش، بعدين من اجي اخلي الماتيريال ريجستريشن ماتيريال اخليها ترفع لي البايت، لا اني اخليه بدون باي بدون كونتاكت، حتى لما اخلي الريجستريشن ماتيريال الماتيريال اللي اريد اسجل بيها خلي اكو فد سبيس بيناتهم، حتى هذا السبيس اخلي بيه الريجستريشن ماتيريال. شوف انا شنو اريد استعمل، مثلا زنك اوكسايد يوجينول او واكس اسوي له سوفتنينج، او اكو احي يستعملون الامبريشن كومباوند والسيليكون بايتس، سيليكون بيست بايت ريجستريشن ماتيريال يستعملونها. احنا اكثر شيء لانه اكثر شيء افايلبل، اكثر شيء رخيص عندنا الواكس، استعمل الواكس، الواكس مالتي اسوي له سوفتنينج، اخليه بهاي المنطقه للبيشنت مالتي يسوي بايت عليها، احاول جايد الا بحيث يسوي بايت بالسنتريك. فبهاي الحاله راح اسجل السنتريك مالت البيشنت واسجل الفيرتيكال دايمنشن هم مالتين بنفس الوقت. قبل ما اسويها هذه الطريقه احاول اضبط البايت مالت البيشنت، مثل ما قلنا اكو عندهم هابيتشوال بايت راح يسوي ديفيشن للمانديبل سايد اكثر من الثاني، يجيب لك يعني ما يعرف بالضبط، ما يعرف يقفل سنتريك، فاحاول ادرب البيشنت شلون راح يقفل سنتريك قبل ما ابدي بالريجستريشن مالتي، حتى ما اتعب بالريجستريشن، حتى من اول مره يقفل على الواكس وصارت هارد وها هي واطلعها من عنده. زين لو كان عندي واحد من الارش هو complete denture او fully edentulous، بهاي الحالة راح اتعامل ويا اللور، اسوي له بايت للور هماتين واخذ جو ريليشن كاملة كأنما هو ما عنده اسنان، جو ريليشن كاملة من centric من vertical dimension من orientation للأوكلوزال بلين، واضبط الريليشن مالتي ما عليها انترا اورالي. هذه الحالة هنا أنا هو شنو سوى؟ ليش هذا اللون يختلف عن هذا الكاست؟ ليش؟ هذا بنفسجي وهذا أصفر، أحد يعرف ليش؟ ما صار لها هواية قبل أسبوع، يلا انطي درج عليها، ليش هذا اللون؟ دكتورة هي مو من ضمن الكاست، هو ضافن يعني. شلون مو من ضمن الكاست؟ أبوي صورة هذا البيشنت لي فوق، جاتها أسنان البيشنت واخذها امبريشن وصبغها كاست، زين لو ايش اللون يختلف؟ يلا نتذكر شوية المحاضرة، آخر شيء ذكرته الأسبوع اللي فات، آخر شيء شرحته كان شنو؟ كان altered cast technique. دكتورة لأن قصيناه، لأن الكاست قصيناه وضفنا عليه. بالضبط altered cast technique سويته لأنه free end area حتى اطلع الريجستريشن مضبوط للسوفت، شو بالضبط لانه قصيناه، اللي هي مو نقول قصيناه نسميها altered cast technique. فهذا البيشنت سوينا بايت هنا اكريليك، هذه البايت مالتي او دنتشر بيز من اكريليك وخلينا عليها واكس، الابر سوينا دنتشر بيز وبايت كامله، ضبطنا الفيرتيكال دايمنشن، سوينا ريجستريشن لاورينتيشن للاوكلوزال بلين، وبعدين خليت الريكوردينج ميديوم مالتي هنا أنا هو مستعمل الزنك اوكسايد امبريشن ماتيريال وسجلنا بيها. حتى اذا تشوفون هذه الجروفز اللي هنا اللي موجوده بالبايت بالبايتمن، هذه نفسها هي الجروفز اللي اني اسويها لما اريد اخذ جو ريليشن للكومبليت دنشر. زين فشلون اسجل الجو ريليشن؟ شلون اسجلها؟ قلنا نسوي البايت مالتي make record block after carefully verifying the fit and occlusion of RBD framework intraorally و after performing the altered cast procedure auto polymerizing acrylic resin. سويت denture base من الacrylic resin مالتي، هذه شنو هذا؟ هذا المتل فريم شيكناه، سوينا عليه خلينا طلع المثل الفريم مالتي اوكي، نيجي نسوي طريقة الالترد كاست تكنيك اذا تتذكرونها، نخلي اكريليك هنا بهذه صدر اريا، نخلي عليها الواكس، نسجل ناخذ امبريشن للمنطقة ونصبها.
زين، وبعدين الاوكلوجن ريم، اوكلوجن ريم هذه بنفس الوقت يعني هو سواها، سواها التر كاست تكنيك، وسوى بعدين سوى لها الواكس اوكلوجن ريم، سواها خلاها هذه، خليناها قلنا اكريليك وبعدين صبيناها. بعدين ايش سوى؟ اخذ الميتال فريم مالته، نفس الميتال فريم، خلينا عليه، احنا مسوين دنتشر بيز، خلينا واكس بمكان الاسنان اللي هي ميسنج مفقوده، لبسناها للبيشنت وكملنا، ضبطنا الفيرتيكال دايمنشن والويدث مالتها، خليناها تكون within the crest of the ridge، ما طالعه يعني خارج النيوترال زون، حاولنا نضبط المكان المضبوط للاسنان والارتفاع مالتها. زين، بالمختبر بالعيادات احنا شلون راح نشتغل، ناخذها من يجي البيشنت، شيكنا الكاس مات سوري الميتال فريم وطلع مضبوط وحلو، اسوي دنتشر بيز مات اكريليك وخلي عليها الواكس ماتي، او هو راح يجي لك اصلا. احنا سوينا من سوينا كملناها والترد كاست تكنيك وديناها للمختبر، من يصير ست مات الكاست وكامل، ايش راح يسوي؟ راح يصب لي اكريليك بيز مالتي على السادل اللي احنا سويناه، شوف كان لاتس او كان مشور، المهم خلالي عليه اكريليك اللي هو هنا، أنا هذا مخلي لك لون ازرق، هذا اذا تشوفونه هذا اكريليك، ويخلي لي عليه واكس، هاي المختبر يجهز لي اياها. نجي احنا بالعيادات نسوي سوفتنينج لهذا الواكس ونخلي البيشنت يعض عليه. هنا انا ما راح اسوي اوت اوف اوكلوجن، اذا عندي اوبوزنج ناتشرال تيث له ماكو داعي اسويها ناصيه واخلي سبيس حتى ريجستريشن ماتيريال، لا اني اخليها عاليه، اعتمد عليه نفسه هو الوكس نفسه، اسجل بيه الريليشن، اسوي لها سوفتنين، اقول له يا بيشنت اطبق عليها عيني، يطبق الى ان يصير كونتاكت بين الاسنان الانتيرير كليتها، فبنفس الوقت الاسنان البوستيرير راح تخلي لي ماركس، علامات على السوفت تشو، على السوفت واكس مالتي. بهذا اني سجلت الريليشن مالت البيشنت وانقلها للكاست مالتي، على اساس الكاست هذا الابر لور كاست يصبهم التكنيشن على ارتكليتر، يبدي يسوي لي ارانجمنت للاسنان، يرجع لي تراي اول دنتشر، هو عباره عن ميتال فريم عليه واكس، عليه اسنان مثبته بالواكس، اشيك تراي ان البيشنت اوكي everything is okay، ارجع البيشنت للمختبر سوي لي فلاسك. زين، هاي عندنا ميسنج بالانتيريور اريا، نحاول يخلي لنا واكس لو كانت عندك الميسنج بالانتيريور اريا، هو راح يجي لك مخلي لك اياها بلوكه مالت واكس مستطيله. اني اجي شو اسوي؟ احاول احفر جروب بيها لللور على مود الاسنان، من يجي يسوي لي البيشنت من يعض ما راح تكون فد انترفيرنس هنا وما يقدر يقفل البيشنت، بنفس الوقت على مود احقق الاوفر جيت مالتي، احاول احفر نفسها، هي هذا الوردي هذا الواكس وابو مختبر مسوي لي، فاني احفر سبيس للاسنان اللور، وبنفس الوقت اسوي سوفتنينج، عض يا بيشنتي العزيز، واسجل الريليشن مالته، هذا البيشنت عنده اللي ورا ميسنج اسنان هوايه، فاذا تذكرونها هذه الخطوه شرحناها بصف ثاني، سوينا هاي دي يسوي شنو؟ orientation للأكلوزال بلين، هذا اللاين مالتي، هذا أكلوزال بلين مالت الأسنان، ملامس للأكلوزال سيرفس مالت الواكس رن اللي موجود هنا في الأبر، لازم يكون laterally موازي لإماجينري لاين، هو الاتريغوس لاين من الـ area of the nose إلى الاتريغوس of the ear. أوقف أخلي المسطرة مالتي واخلي اوكلوزال بلين، او اخلي مسطره ثانيه ممكن اذا ما عندنا هذا الفوكس بايت، اخلي مسطره ثانيه يعض عليها البيشنت، احاول اخليهم اثنيناتهم parallel to each other على مود الاوكلوزال بلين مالتي تكون مضبوطه، اسوي دا اسوي اورينتيشن للاوكلوزال بلين، يعني شنو؟ دا اخذ الريليشن مالت الابر كاست بالنسبه للبيز اوف سكال، يعني دا اقول له للتكنيشن طب لي الابر كاست على الارتكليتر مالتي بهالطريقه، هذه هي الاورينتيشن اوف اوكلوزال بلين. انتيريرلي نفس الشيء، هذا البيشنت يعض على الفوكس بايت، او اذا ما عندي فوكس بايت قلنا مسطره عاديه يعض عليها البيشنت،
anteriorly should be parallel to another imaginary line اللي هو interpupillary line. أخلي مصدر T بالخط اللي هو يمر بال two pupils of the eye interpupillary line، لازم يكونون المصدرتين متوازيات. زين، وأخذنا ونسجل الأوكلودال بلين مالتنا. أحيانا عندنا مثل هذا البيشنت، هذا الحالة، شوفوا الأسنان إيش صاير بيها، هذه شو صاير بيها، هاي صار بيها أوفر إيربشن. مستوى السن، شوف وين الأوكلودال السيرفايكال لاين، هذا السيرفايكال لاين، شوف إيش قد طالع من الأسنان، من الطالعة away of the ridge يعني out of the ridge، إيش قد طالع من عندها، شوف إيش قد المسافة طالعة من عندها. زين، من اجتنا حالة اسبوع الفات بالعيادات هيجي، وصف خامس يردون يقلعونها على مود يسوي كومبليت دنتر، وعنده بس الانتيريور. زين، صح هي اوفر اربتد، صح بيها يعني مينيمال اماونت اوف موبيليتي، بس ستيل احتاجها. ليش؟ لانه راح تحافظ لي على البون اللي هنا بهذه الاريا، تحافظ على البون، لو قلعتها راح يصير عندي ريزوربشن كبير بهاي المنطقة، فحتى أحافظ على البون الأسنان اللي موجودة أحاول أبقيها، أأخر وقت القلع مالتها، أحاول أسوي لها سوري أي موديفيكيشن إذا كانت تأثر على الأكلوزال بلين. شوفوا هنا شلون كانت، هذا اللاترال كان أوفر إربتد أكثر من الباقيات. سوينا إنامل بلاستي، قصينا من عنده شوية من الإنامل حتى صارت الأكلوزال بلين مالتي عدلة. وبهالحالة خلينا البايت ماتي الواكس، صارت عندي كلوزر بلين مستوية عدلة، أقدر على أساسها أخذ الريليشن وأكمل باقي الخطوات. هذه هنا عندنا هم ميسينج سن واحد، نفس الشي خلينا الريكورد مالتنا ال الدنشر الأكريليك بيز، خلينا عليها واكس، ومجرد انه يعض البيشنت عليها راح يطلع، شوفوا راح يطلع اللي يطلع الطبع مالت السن موجود على مود اقدر اسوي جايد شلون اشيل الكاستات ابر ولور سوية وحدة ويا اللوك، ووديها للمختبر حتى البيش التكنيشن يعرف حجم السن ومكان السن شلون راح يخليه. شوفوا هذا باللور هماتي، انا خلينا الواكس وعض عليه البيشنت، هذا طبع مالت الاسنان الابر. زين، طبعا هنا بهاي الحالة ايش سويناها احنا؟ سويناها ما خليناها كلش تايت ويا الاوكلوجن، سويناها اوت اوف اوكلوجن، خليناها تطلع اضبط التسجيل بهاي الطريقة. خليناها اوت اوف اوكلوجن، سويناها سوفت، البيشنت مالتنا عب عليها، فاكو سبيس، ستيل اكو سبيس، هذا السبيس راح اخلي بيه البايت ريجستريشن ماتيريال. شوف شنو استعمله اني، خليتها بيناتهم، عض عليها يا عيني، عض البيشنت، انتظرها تصير ست، اطلعها تطلع راسمت لك الاكزاكت بوزيشن والريليشن مالت الاسنان. تبقى عندنا اخر شيء طريقة الفانكشنال جنريتنج بات ميثود، او هي دايناميك اوكلوجن، يعني هي افضل طريقة انه نسجل بيها البوزيشن والريليشن مالت الاسنان البارشال البيشنت الموجود اللي جاينا، أفضل طريقة هي يعني علميا أدق طريقة، بس still إنه مزعجة للبيشنت و time consuming، لذلك مو الكل من عندنا يسوونها هاي الطريقة. ال idea من هذه الطريقة إنه كل tooth opposite to the edentulous space will make throughout all functional movement of the mandible، راح يسجل كل ال functional movement اللي يسويها المانديبل. زين، فبهاي الطريقة ال artificial teeth positioned and formed so that it will remain in harmonious contact with its antagonist at all times، يعني راح تظل كأنما نفس تلامسها من كانت artificial natural، راح نرجع نفس ال relation نفس الإطباقة في حالة حركات المانديبل كلها. السن في كل حركة من المانديبل راح يصير
تلامسه مع الأوبوزينج تيث بشكل يختلف عن الحركة الثانية. فمن أسوي أني هاي الفانكشنال ميثود؟ راح أسجل كل الريليشن مالت هذا التوث بالنسبة لحركة الماندبل. فاللي نستعمله بيها هو نوع من الواكس، انلاي واكس يسمونه، هارد انلاي واكس او بيك بيربل واكس. نوع يكون هارد اقوى من الواكس العادي، اخلي على الواكس البايتر مالتي، وخلي البيشنت يسوي الاكتيفيتي مالته، عض بروتروجن وروتروجن وعض، ويعني وحاول تسوي ماستيكيشن عليها زين. طلعتها من حلق البيشنت، شفتها ما رسمت لي كل الديتيلز، ممكن انطيها للبيشنت، روح بيها لبيتكم، روح اكل او الفانكشن مالتك كلتها عليها، وتعال لي ثاني يوم. يعني ممكن اخليها عند البيشنت حتى 24 ساعة. الحلو بهذا الواكس انه درجة حرارته هاي ميلتينج بوينت، يعني الحرارة مالت الاورال كافيتي ما راح تخليه ميلتينج، وما راح يسوي له ما راح تأثر عليه ديستورشن تسوي. فبس مجرد سوفتنينج بسيط راح يصير، الكارفينج لهذا الواكس راح يصير بواسطة الأسنان. حركة الأسنان راح يسوي لي كارفينج لهذا الواكس، ترسم لي شكل أوكلوزال سيرفيس، أباوعلها يكون سموث، سطح الواكس مكانات تلمع شايني مبينة، صاير لها كارفينج. عشان إذا تذكرون من صف أول من كنا نسوي كارفينج على الواكس مالتنا، المكان اللي أسوي له كارفينج يكون يلمع، يصير سموث. فهاي المناطق إذا ما شفتها صايرة سموث، أأخرها أكثر عند البيشنت. إذا صايرة الماركس الاندنتيشن كلها مرسومة، صايرة بيها المكانات اللي هاي التلمع، معناتها أوكي أنا سجلت كل الفانكشنال موفمنت مالت التول، أخذها للمختبر هو يكمل لي شكلها هيك. هاي لأنه الصورة أبيض وأسود، مو هالقد واضحة، بس هي تطلع تلمع، هاي المكانات اللي صار بيها أوكلوجن تطلع تلمع زين. أبو المختبر إيش راح يسوي؟ راح يصب لي الأبر، ما يعتمد، ما يصب ليها على شكل سن، يصب ليها على شكل بليتة كاملة. الأبر الكاست الأبر يصبها على شكل بليتة كاملة. شلون يسوونها بهاي الحالة؟ نخلي شيت واكس يسوي الأدابتيشن بالبكر أريا على هاي المنطقة، ويصبون فوقها بلاستر، فتطلع على شكل ما بيها، شوفوا ماكو شكل أسنان، طلعت لك على شكل بليتة كاملة بيها الجروفز مالت الأسنان، بس هي مو شكل أسنان، شكل بليتة عدلة. يجي التكنيشن يرص لك الأسنان، مو على أساس القاعدة والأي بي سيز أوف تيث سيتينج وأرينجمنت، لا، راح يبدي يرص لك الأسنان على أساس ما موجود عند البيشنت. شوفوها هنا الأوكلوزال بلين ماتي سموت، مو هوريزونتال، سموت صايرة شوية كيرف، فهذه هي رأسها هنا على أساس الكلوزال بلين مالت البيشنت. دكتورة بالسؤال، هذا واكس فوق أستون؟ هذا هنا هذا واكس، وهذه ارتفيشال تيث. هذا الأبر المفروض كانت أكو أسنان هنا ستون أو بلاستر، بس سوى هاي الطريقة يلغون الأسنان، تصير على شكل بلوكة كاملة من البلاستر أو الستون. الأدفانتجز مال هذه الطريقة، بما أنه البيشنت لبسه هذا وطول عليه وسوى عليه الفانكشنال موفمنت كليته، فتكون acceptable و functional vertical dimension أنا مسجلتها نفس ال vertical dimension مالت البيشنت، نفس ال relation ونفس ال harmony with the requirement of mandibular equilibrium in all aspects، لأنه هو البيشنت سواها بمطلق الحرية وبدون ضغط وبدون السترس اللي يكون عنده بالعيادة، وطولت عنده بحيث يعني احنا متأكدين انه راح تسجل بصورة صحيحة. ال restoration of the lost vertical dimension of occlusion thus become psychologic rather than arbitrary. راح
يعني نسجل ال vertical dimension مالت ال patient according to the psychology of the muscle not arbitrary، مو إحنا راح يعني افتراضيا نسوي. بعد شنو عندنا شغلة الحلوة بهاي الطريقة، إنه ال occlusal record is converted into occluding template اللي هي هاي الطريقة اللي قلت لكم عليها. اللي قلنا انه الابر شفتها شلون صارت كبلوكه واحده يسمونها اوكلودينج تمبلت، فهذه الاوكلودينج تمبلت راح تسهل على التكنيشن، يكون اسهل له بالارتكوليتر بالارنجمنت مالت الارتكوليتر اسهل له. واكو يعني يقول لك حتى ممكن اكو ان تستعمل السمبل ارتكوليتر، ماكو داعي تروح على السيمي ادجستبل او الفولي ادجستبل. ف فائدة حلوة من هذه الطريقة. والارتفيشال تيث are ground to fit the template at fixed vertical dimension thus creating occlusal surface that are functionally and psychologically in harmony with the associated structure. لأنه البيشنت حركها هو حسب ال vertical dimension، حسب السايكولوجي مالت المصل مالت البيشنت، مو بس يعني من جهة الأسنان، حتى نوعا ما المسلز هم ما تينا نسوي لها كارفينج، ولو مو ذاك الكارفينج القوي بس راح ينرسم لي البوزيشن مالت الاسنان والفيرتيكال دايمنشن راح يطلع عندك مضبوط الى درجه كبيره. وخلصنا المحاضره مالتنا، وهسه نشوف اذا حد عنده سؤال خلينا نسولف. اكو سؤال؟ احد شغله عنده مواضحة نعيدها؟